بيقولوا ايه اللي يخلي نجم كبير بحجم محمد فؤاد يقبل على نفسه ونبقى في الموقف ده؟ يقبل على نفسه؟ اه مش فاهمها يعني ايه يقبل على يعني نفسه؟ بيقولوا ان انت كنت رايح وعارف انه مقلب. والله العظيم ثلاثة ما عارف انه هيتعمل كده، اقسم بالله من نزلتي من العربية ما اعرف ايه اللي هيحصل. واقول لك بصراحة بقى، اقول لك بصراحة يعني طبعا الفخ بيبقى مرسوم ان الضيف ما يعرفش، ودي لازم يعرفها كل الناس. لان لو الضيف عرف باظت الحلقة. بس عارفين انكم رايحين لرامز جلال. احنا رايحين لرامز طبعا. اي حد يقول لي غير كده يبقى كداب. بس هتعمل ايه يا رامز؟ ما هو ده مجنون، ما بيقولش ده مجنون، ممكن يتسبب في مصيبة. طبعا